أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة الشرق الأوسط، ونقرأ مقال الكاتب ثامر محمود العاني يقول فيه: الاقتصاد العراقي إلى أين؟ على المدى القصير فإن تنفيذ الحكومة العراقية للخطط التي وضعتها للمالية العامة من الممكن أن يدفع نسبة التضخم إلى التصاعد ويعيد سوق الصرف العملات الأجنبية إلى التقلب. أما على المدى المتوسط فإن استمرار العمل بالسياسات الحالية في ظل قدر كبير من عدم اليقين بشأن مسار أسعار النفط مستقبلا يفرض مخاطر بالغة على استقرار الاقتصاد الكلي. يواجه الاقتصاد العراقي مشكلة لعنة الموارد، إذ إن العراق وهو الدولة ذات الوفرة الكبرى يعيش فيه أفقر الناس، حيث تنخفض مساهمة قطاعات الصناعات التحويلية والزراعية في توليد الناتج المحلي الإجمالي، استناداً إلى التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2022، إذ تساهم الزراعة والصيد والغابات بنسبة 5% في توليد الناتج المحلي الإجمالي للعراق والصناعات التحويلية بمقدار 1.9%، في حين تساهم الصناعات الاستخراجية بنسبة 44.20% والتشييد 2.3%، والكهرباء والغاز والماء 2.7%، والتجارة 9%، والنقل 9.8%، والتمويل 0.7%، والإسكان 5.5%، والخدمات الحكومية 4.3%، وأخيراً الخدمات الأخرى 3.3%. وهذا يمثل خللاً هيكلياً في الاقتصاد العراقي، إذ إن مساهمات القطاعات السلعية منخفضة جداً في توليد الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يؤدي إلى تعميق مشكلة الاقتصاد العراقي الذي لا يرى نمواً حقيقياً في القطاعات الإنتاجية، إنما يرى نمواً في عائدات الحكومة النفطية نتيجة تحسن أسعار النفط خلال عامي 2021 و2022. ونقرأ مقالاً حول الصحافة العراقية للكاتب عبد اللطيف السعدون يقول فيه: في البال تصريح لنقيب الصحفيين مؤيد اللامي يشير فيه مفاخراً إلى أن عدد أعضاء النقابة أزيد من 25,000، وهو قد لا يعلم أن عدد أعضاء نقابة الصحفيين في مصر أم الصحافة العربية 9,259 عضواً فقط بشهادة النقابة نفسها. وفي لبنان عدد أعضاء نقابة الصحافة نحو 1,000، وكذلك حال الصحفيين في الأقطار العربية. هذا يعني أن السلطة الرابعة في العراق هي الأخرى تعاني من معضلة حادة، حيث أن عدد الصحفيين العاملين في المهنة واقعياً لا يزيد على 4,000 في أكثر تقدير، والباقون بالطبع لا يقرؤون ولا يكتبون. بعد هذا كله، أليس من حقنا أن نتساءل عن جدوى احتفالية عيد وطني للصحافة العراقية وعشرات الصحفيين العراقيين؟ في خبرك. مناسبة هذه التداعيات التي أصبحت في ذمة التاريخ الإعلان عن عيد وطني للصحافة العراقية في 15 من يونيو حزيران الحالي، الذي يصادف الذكرى 154 لتأسيس الزوراء، أول صحيفة عراقية على عهد الوالي مدحت باشا، واقتران الإعلان بتصريحات مثيرة للنقيب ينفي فيها وجود صحفي سجين في العراق أكثر من عقد. وبالطبع كان النقيب صادقاً في قوله: فالذين اختطفوا أو اعتقلوا لم يعودوا أحياء، وأغلب الظن أنهم قتلوا وغيبوا تماماً، والحقيقة تتسلل من بين مضامين تقارير جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق التي وثقت عشرات الانتهاكات وحالات الاغتيال والتهديد بالقتل والأحكام بالسجن والاعتداء ومصادرة معدات والمنع من التصوير وحرق مقار مؤسسات صحفية وغيرها. وفي البال أسماء مازن لطيف وتوفيق التميمي وهشام الهاشمي وأحمد عبد الصمد وصفاء غالي
وعشرات غيرهم ليس ثمة خبر عنهم، وما تزال أسرهم تبحث عن مصائرهم. حول السفيرة الأمريكية في بغداد وتحت عنوان جولات فوق العادة لصاحبة السعادة، نشرت صحيفة الميثاق الوطني مقالا للكاتبة آلاء توفيق تقول فيه: نشاهد وتشاهد أعين الشعب العراقي الجريح الذي رأى ما يراه من ويلات لا تنتهي. هذه فترة ما يحصل خلف الكواليس بلقاءات السفيرة رومانوسكي مع المالكي وغيره، وحجم النفوذ الذي تمارسه من خلال كثرة اللقاءات، وما يظهر أمام العلن من جزئيات من الذين تلتقي بهم تهدف لأمر ما، والمعني أمور أخرى من ترتيب الأوراق. نتساءل مع المتابع، وحق السؤال مشروع، عن مثلاً اللقاء بالمالكي الذي هو بنفسه كان يوم 15 من نيسان شجب تحركاتها مع الآخرين، بعد أقل من شهر تطلب أن تراه فيهرع مستجيباً فرحاً بهذا اللقاء لما لها من يد مسيطرة على الدفة. طيب، ماذا عدا مما بدأ وغير رفضه لقبول فرح وهو الذي وصف جولاتها باللا دبلوماسية؟ وهل يا ترى عندما التقت بالمالكي نالت صفة الدبلوماسية؟ ليس للمتابع إلا الضحك والاستغراب من كذب وتفاهة من يتسلط على رقاب العراقيين. وهنا نقول: أهو حلال عليك حرام على غيرك؟ أم أنه أثبت لنفسه وللعالم أن السفيرة هي من تدير كل دفات السفينة ومن عليها؟ حيث نتذكر البيت القائل: لا تنهى عن فعل وتأتي بمثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. كذلك وهي التي طلبت اللقاء بهم، وهي تثبت بذلك أنها هي ربة الدفة. إذن السفيرة هي صاحبة اليد الطولة والكلمة الفصل في الوطن. نشر موقع ناشونال انترست مقالة لمحلل السياسات الخارجية الأمريكي والخبير في الشؤون الشرق الأوسط ألكسندر لانج لويس، تناول فيه الفساد في لبنان والدور الذي يلعبه رياض سلامة محافظ البنك المركزي اللبناني. وأكد أن الفساد في لبنان أصبح مشكلة دولية، وأن الشكوك تتزايد حول قدرة النخب اللبنانية على الحكم بطريقة فعالة، لافتا إلى التحقيقات الدولية التي تجري حاليا بشأن سلامة، قائلا إن حاكم المصرف المركزي في لبنان أصبح وجه مشكلة الفساد في لبنان. إن السردية المؤسفة التي ميزت لبنان في معظم فترات وجوده هي رواية الفساد والصراع، وبلغت ذروتها في الأزمة الاقتصادية والسياسية الحالية والأسوأ في البلاد. ولا يشكل قرار فرنسا الصادر في 16 من أيار مايو بإصدار مذكرة توقيف تليها مذكرة توقيف ألمانية مماثلة في 23 من أيار مايو بحق حاكم المصرف المركزي المحاصر رياض سلامة واثنين من مساعديه أي استثناء لهذه الديناميكية، حيث يضرب النموذج المالي السابق للبلد الصغير الواقع في شرق البحر الأبيض المتوسط بتهم غسيل الأموال والاحتيال قبل أشهر فقط من تنحيه بعدما يقرب من 30 عاماً على رأس مصرف لبنان. ومع ذلك فإن قرار باريس وبرلين ليس نهاية الطريق بالنسبة لسلامة أو مشكلة الفساد عميقة الجذور في بيروت. بدلاً من ذلك تمثل هذه الخطوة شكوكاً متزايدة بين المجتمع الدولي حول النخب اللبنانية وقدرتها على الحكم بطريقة تكنوقراطية وفعالة. وتحت عنوان أولويات المرحلة القادمة أمام أردوغان، كتب سعيد الحاج مقالاً نشره موقع الجزيرة نت، جاء فيه: الفوز المزدوج بالرئاسة وأغلبية البرلمان للرئيس التركي وتحالفه يحمل معنى تجديد الشرعية الانتخابية له لقيادة البلاد ولاية إضافية، لكنه لا يعني بالتأكيد حل المشاكل والتحديات التي تواجه البلاد، إذ ثمة ملفات أساسية ما زالت تحتاج للتعامل معها، بل لعل الانتخابات الأخيرة أضافت تحديات جديدة أمام الرئيس وحزبه الحاكم. يقول الكاتب: سيكون التحدي الأبرز لأردوغان والعدالة والتنمية على المدى البعيد هو مسألة خلافته في الرئاسة على وجه التحديد، وربما الحزب كذلك، إذ أن هذه هي الولاية الدستورية الأخيرة لأردوغان.
على المدى البعيد ثمة تحديات رئيسة ماثلة أمام الرئيس التركي، أولها إعادة هيكلة حزب العدالة والتنمية نفسه ليتناغم مع التعديلات والتغييرات في الحكومة والبرلمان ومؤسسة الرئاسة من جهة، ويرسل للشارع رسالة ضمنية بالتجاوب مع نتائج الانتخابات المقبلة من جهة ثانية، ويكون قادراً على الاستعداد للانتخابات المحلية المقبلة من جهة ثالثة، وبالتأكيد ليحافظ على فرصه ووجوده في مشهد الحكم في الانتخابات التشريعية المقبلة عام 2028، خصوصاً أنه سيخوضها على الأغلب دون عامل أردوغان المرجح لكفته. وأما التحدي الثاني فهو إعداد دستور مدني جديد للبلاد ليحل مكان الدستور. وفي العموم كخلاصة، يبقى الاقتصاد الملف الأكثر حضوراً بالنسبة للشارع والحكومة الجديدة، وذا الأولوية على غيره من الملفات، بل والمفتاح الأهم لقياس مدى نجاح الرئيس والحكومة في الملفات الأخرى وفرصه فيها، لا سيما الانتخابية منها. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. الآن مشاهدينا إلى فقرة الكاريكاتير. نشر موقع الجزيرة نت صوراً للحدود المسيجة بين مصر وإسرائيل في 22 من تشرين الثاني نوفمبر 2010. بدأت إسرائيل بناء السياج الحدودي مع مصر بطول 254 كيلومتراً، ويمتد من مدينة رفح المصرية شمالاً إلى أم رشراش إيلات على البحر الأحمر جنوباً. واعتبر هذا السياج على مستوى عال من الفعالية، حتى أن عددا من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة والهند أرسلت خبراءها إلى إسرائيل لدراسة التقنيات الإسرائيلية في حماية الحدود بما في ذلك السياج الحدودي على الحدود مع مصر. وأعربت بعض الدول عن اهتمامها بتطبيق استراتيجيات وتقنيات إسرائيلية بأسوارها الحدودية، واستشهدت إدارة الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت دونالد ترامب باستراتيجيات إسرائيل الحدودية كمصدر إلهام للجدار الفاصل الذي أقامته الولايات المتحدة على طول حدودها مع المكسيك. يذكر أن إسرائيل أنشأت طريقاً موازياً للسياج الحدودي مع مصر لتسهيل مرور الدوريات الإسرائيلية، وتم تزويده أيضاً بمنافذ صغيرة تسمح للجنود الإسرائيليين باجتيازه في حالات الطوارئ. وقد استخدم الجند المصري محمد صلاح إحدى هذه المنافذ قبل أيام للدخول إلى إسرائيل وقتل 3 جنود إسرائيليين. ماعز صغير في كراتشي الباكستانية
يجذب انتباه بأذنيه بطول 54 سنتيمتراً. أصبح ماعز صغير ذو أذنين طويلتين للغاية نجماً على وسائل التواصل الاجتماعي في باكستان، إذ يدعي مالكه أنه كسر رقماً قياسياً قد لا يكون موجوداً في الأساس. يعيش الماعز سيمبا الآن حياة مدللة في كراتشي، حيث ولد الشهر الماضي بأذنين طويلتين نمتا من ذلك ليصل الطول الواحد منها إلى 54 سنتيمتراً. ويقول المربي محمد حسن ناريجو أنه اتصل بموسوعة جينيس للأرقام القياسية لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إدخال الحيوان إليها، رغم عدم وجود فئة أطول أذني ماعز في الوقت الراهن على موقع المنظمة الإلكتروني. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. إذا كنت من محبي أفلام هوليوود فلا بد أنك شاهدت باستمرار ذلك البطل الأمريكي الذي سينقذ العالم من خطر حتمي، ولكنها ليست مجرد أفلام منسوجة من وحي الخيال، بل هي الصورة التي تسعى الولايات المتحدة منذ عشرات السنين لتصديرها كدولة ذات قوة عظمى لا تقهر، كيف لا وهي تتربع على عرش أقوى اقتصادات العالم، إضافة لسياستها الخارجية بالغة التأثير. ولكن اليوم سنسحبك في جولة إلى الجانب المظلم منها الذي ربما لم تره من قبل، فاستعد. عاصمة المشردين. عندما نتحدث عن مدينة لوس أنجلوس سيخطر في بالك مشاهد ناطحات السحاب والشواطئ الفارهة، ما يجعلها الوجهة المفضلة للمشاهير، ولذلك تسمى مدينة الأضواء. لكن ما يجهله الكثير أنها تسمى أيضاً عاصمة المتشردين، إذ يوجد أكثر من 60,000 متشرد في شوارعها، وليست المدينة الوحيدة، فأمريكا التي تعد أغنى دولة في العالم يوجد فيها قرابة 600,000 شخص بلا مأوى، يسارعون الفقر والتشرد ويتخذون من الأرصفة ملجأً لهم. في إحصائية رسمية لعام 2022، نظراً لارتفاع معدلات البطالة وغلاء أسعار الإيجار مقابل الأجور المتدنية، الزومبي في الشوارع. تمشي في شوارع الولايات المتحدة في وضح النهار، ترى أشخاصاً يتصرفون بشكل مريب كآكلي لحوم البشر في مشهد لم تره سوى في أفلام الزومبي، لكن في الواقع ما تراه هو تأثير المواد المخدرة الخطيرة التي تنتشر بشكل كبير في البلاد وتباع في الشوارع كالفنتانيل والزلازين والهيروين، إذ توفي أكثر من 100,000 شخص بسبب جرعة مخدرات زائدة عام 2021 فقط، في ارتفاع قياسي مقارنة بالسنوات السابقة، وسط عجز الدولة عن إيجاد حل للحد من هذه الظاهرة الخطيرة. كابوس السلاح. أكثر من 170 عملية إطلاق نار جماعي سجلت منذ بداية عام 2023 فقط، مقابل 647 جريمة خلال عام 2022. أرقام صادمة تشير إلى تفشي حوادث إطلاق النار وانتشار السلاح بشكل كبير بين المدنيين في الولايات المتحدة التي يمتلك أكثر من ثلث سكانها سلاحاً واحداً على الأقل، وسط مطالبات سياسيين أمريكيين ونشطاء بالتحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الحوادث، ما دفع الرئيس جو بايدن للتوقيع في يونيو 2022 على قانون يفرض قيوداً جديدة على حيازة الأسلحة كالتأكد من السجلين الجنائي والنفسي لكل شاب يتراوح عمره بين 18 و 21 عاماً ويرغب في شراء سلاح. ولكن رغم ذلك ما زالت حوادث إطلاق النار تتصاعد بشكل مستمر. والآن ما زلت تعتقد أن الولايات المتحدة دولة آمنة؟
ليس هذا فقط وما خفي أعظم. إلى اللقاء.